مع الأسف بعض المنابر تترك أمريكا وذم أمريكا وتترك إسرائيل وذم إسرائيل وتبين فضائعها أمام الناس، تلزم الحكومة وتتكلم على الحكومة وكأنه الحكومة هي العدو صارت وكأنه هي سبب كل المآسي. هذا حقيقة جهل، هذا يعني أضرار هذا الكلام، هو بالضبط على الكلام على الحكومة أضرارها عديدة جدا عديدة جدا. يجب أن نلتفت إلى هذه المسألة.